كاندي الشوك. ايه كاندي الشوب. كاندي الشوب. كاندي الشوب. السمك. انت فطرت السمك يا بابا؟ اغديهم؟ ياه انا بحب السمك قوي قوي يا بابا. السمكة كبرت قوي. اللي بتشربه ده؟ دي قهوة يا بابا. قهوة؟ امال شكلها كده ليه؟ دي ستاربكس يا بابا. ستاربكس. ستار ايه؟ ستاربكس. ستاربكس اللي يوقع على دماغك مش تعبان بالفلوس. ستاربكس. قهوتنا ما بقتش تعجبك يعني؟ ما كلها مية سودة. هي مش قهوتنا، هي قهوتك، وقهوتك تعمل لي دايارية يعني اسهال. بعدين يا بابا انا بروح ستاربكس لان بتشتري القهوة وبتقعد تذاكر طول اليوم. طول اليوم يا بابا، طول اليوم. ودي ما اسمهاش مية سودا، اسمها امريكان كوفي يعني قهوة امريكاني. هو انت بيتي فين امبارح؟ صحيت اصلي الفجر وما لقيتكش. امبارح ايوه امبارح. اصل امبارح كنت مبيت عند صاحبي محمود اخر الشارع. اصلي ما بشوفكش بتصلي زي زمان. اهو الصلاه حاجه بيني وبين ربنا. ده جواب تجاوب فيه ابوك بعد العمر ده كله؟ بعدين لا، ما هيش بينك وبين ربنا. لو انت مش موفق مراتك وولادك هيتغلبوا معاك، وتعاستك دي هتأثر علي انا وامك، فاهم؟ بعدين من الاخر انا جاتلي اخبار انك بتشرب. بشرب ايه يعني؟ ايوه بتشرب ايه يعني؟ خمرة بتشرب. يا بابا انت بتصدق حاجة زي كده؟ انا بشرب؟ اهو تصرفاتك بتخلينا صدق. يا ابني حرام عليك، انا خلفتك وعلمتك واديتك كل حاجة، عيب عليك، ده احنا سمعتنا زي السكر. انا بصلي في المسجد وابني بيشرب. يا بابا انا ما عملش حاجة زي كده، وايه اللي خلفتك وطعميتك وعلمتك؟ حملني جميلة يعني؟ لا جميلة ولا حاجة، بس عايزك تعرف طول ما انت في البيت ده بيتي عايزك تبقى راجل محترم. سمعتنا بقت زي الزفت، واخواتك على وجه زواج، فاهم؟ اهو انا طالع لك من البيت ومريحك مني. العل تقلعك، هنشوف هتروح فين. تصرف فلوسي على ستاربكس، قضيها لي خمره وستاربكس امريكان كوفي. قال العل تقلعك منك لله العوض على الكريم.